اهلا وسهلا اعزائي متابعي موقع جريدة النور المصريه، اسعد الله مساءكم كل خير. معنا النهارده من اولى جلسات محاكمه متهمين بقتل صغير طفل شبه قيمه. معنا النهارده المحامي هيقول لنا تصريحات اولى الجلسات من قبل المتهمين المجني المتهمين من قبل المحامين المتهمين الاستعداد والاطلاع وعرض المتهم الثاني على مصلحه الطب الشرعي لبيان قدره قواد العقليه والنفسيه عما اذا كان يدرك مما فعله من عدم. هو المحامي بتاع وصف ان هو مريض نفسي وبيعاني من هو مريض نفسي وسيكوباتي ودي كلها تصرفات مش عاديه، ولكن كل الكلام ده يعني انا شايف ان هو انا كراجل محامي مثلا بدافع عن متهم معترف في الورق كله، معترف امام المحكمه المعتبره واعترف النهارده واقرب جريمته، فانا شايف ان ماليش اي مخرج من القضيه غير ان انا اعرضه على مصلحه الامراض القولية والنفسيه عشان اشوف مدى قواه العقليه. ايه اهم طلبات الدفاع؟ الكلام ده كله انا شايف ان هو مش هيفيد بشيء. ايه اهم طلبات الدفاع بقى لو سمحت حضرتك؟ اللي ده طلبات الدفاع ساعتها ان هو يعرضه وان هو لا طلباتكم كمدعين بالحق المدني. احنا مدعينا مدني بمبلغ 5 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لكبل المتهم الاول طارق انور ولكبل المتهم الثاني محمد علي الدين وعلى والد محمد علي الدين محمد علي الزيات. دعينا برضه مدى عليه بصفة تقول طبيعي على المتهم الثاني لانه لسه قاصر، بس دي كانت طلبات ليه. هي اهم الجرائم الموجهه للمتهمين، يعني ايه اهم النصوص القانون اللي هيتعاقبوا عليها؟ ايه الحاجات اللي طبعا متوجه للمتهم الاول قتل عمد مسك الاسره التراثي وخطف بالتحايل وهتك عرض المجني عليه، والمتهم الثاني برضه بالاشتراك معه خطف وقتل عمد برضه المتهم الثاني عليه الدين، ان هو حرضه واتفق معاه على مبالغ ماليه ان هو مقابل ذلك ان هو يخطفه ويستأصل بعض اعضائه مقابل ان هو يبعت له مبالغ ماليه. دي التهمه اللي موجهه للمتهمين. سمعنا من القاضي خلال الجلسه ان هو مش بس دي كانت اول قضيه، لا ده بالنسبه للمتهم كان في عده قضايا بنفس الطريقه برضه. في 7 قضايا لما احنا جينا حققنا مع علي الدين هنا في النيابه العامه لقيت على تليفوناته بعض الفيديوهات التي ارتكبها قبل ما يعرف طارق وبعد ما يعرف بعد ما حصل جريمته مع طارق. تم فعل جريمه اخرى ان هو اتى بكلم كان بيتكلم مع 4 رجال ان هم يقتلوا 2 شباب، اتوا بشابين شاب 17 سنه وشاب 8 سنين وكانوا برضو في الفيديوهات دي بيكونوا بخنق المجني عليهم وعايزين يموتوهم ويحقنوهم والكلام ده، ولكن فشل الفيديو يعني الفيديو او المكان ما تمتش الجريمه. وبرضه الفيديوهات اللي قبليه برضه كلها كانت عباره عن حاجات زي كده وحقن وسحب عينات والكلام ده، ولكن بعدها فشل. مفيش فيديو كامل او فيديو تم غير بتاع طارق واحمد المتوفي رحمه الله تعالى. بناء على كده هو كان بيطلب من طارق ان هو يروح يجيب شخص تاني عشان عارف ان طارق سهل استدراجه وسهل ان هو يعمل الكلام ده وعملها باحترافيه وعملها بشكل مظبوط، فكان بيوجهه ان هو يجيب طفل اخر، ولكن طبعا ما لحقش طبعا اراده ربنا في كل شيء. المتهم الاول نفى ارتكاب جريمه القتل. المتهم الاول نفى جريمه القتل. طبعا هو براحته ينفي يقر يجيب راحته، لكن هو في الورقه هو اقر واعترف بكل ما فعله، ولكن طبعا هو شايف بالنسبه له ان هو ايه انا ما كنتش اقصد اقتله. هو قال انا جبت له هديه وعرضت عليه هديه. اما هو ده الخطف اللي هو قاله عليه ان هو جاب له استدراجه لكن ما ارتكبش قتل من وجهه نظره. لا هو ارتكب، هو ينكر بقى هو براحته، هو ارتكب ومعترف في الاوراق ان هو ارتكب. وهل تم يعني وجود فيديو على تليفونه بالفعل بيتكلم؟ مش على تليفون طارق، على تليفون علي الدين، لان كان هدف علي الدين ايه في الموضوع ده؟ ان هو يسجل الفيديوهات. فلما جابنا علي الدين من الكويت بنتفرغ التليفون بتاعه لقينا الفيديوهات بتاعت الجرائم اللي عملها قبل كده وبتاعت احمد واللي بعد احمد. اللي هو بنفسه عاملها يعني. اللي هو بنفسه عاملها. اللي هو بنفسه عاملها. كم متهم في القضيه دي؟ القضيه دي احنا عندنا النهارده امر الحاله ب2 متهمين. احنا في البدايه خالص كان عندنا 5 متهمين اللي هو ابو علي الدين وعلي الدين وطارق وعلي عصام اللي هو دليفري الصيدليه زي ما انتم شايفين. 3 النهارده محمد عزت ومحمد عزت اللي هو تاجر السمسار الاعضاء البشريه. احنا النهارده شايفين 2 مش 3، 2 اللي هو طارق انور عبد المتجلي هو المتهم الاول وعلي الدين محمد ازاي والده كان جاي طبيعي مش متهم جاي في الجلسه طبيعي. هو علي الدين اعترف والمحامي بتاعه قال انه مريض نفسي يا باشا. يقول فكرة اعترافه يعني من وجهه نظره اعترافه ان هو فعلا ده اللي حصل، هو ده فعلا اللي حصل، هو معترف في الورق فهينكر ليه؟ ممكن يكون المحامي بتاعه بيستغل اعترافه دوت عشان خاطر ان هو يقدر يعرضه بعدم وجود محامي للمتهم الاول. ده هيأثر على القضيه؟ لا مش هيأثر. المحكمه طبعا من حقها والقانوني لازم ان ينتدب له محامي عشان شكل الدعوه يكمل، وتم انتداب محامي بالفعل ويبعت له صوره ضوئيه من القضيه عشان يرجعها، ويتم تأجيل القضيه لحين الفصل فيها ومرافعه النيابه ومرافعه من قبلنا احنا، وابتدي بقى نشوف هل
معالي المستشار الجليل رئيس المحكمه هيوافق على طلبات المتهم ولا لا؟ يعني لسه دلوقتي ما نعرفش اذا كان هو هيوافق على طلبات المحامي المتهم ولا لا. ممكن ايه اهم المطالب تحديدا يعني؟ كل المطالب بالنسبه لنا احنا وبالنسبه لنا بالنسبه لكم انتم بالنسبه لنا تعويض المالي فقط فقط 5 مليون 5 مليون جنيه. حضرتك شايف الجريمه دي يا فندم يعني الاول مره نشوفها او هزه الراي العام جريمه مختلفه شايفها ازاي؟ الجريمه دي حضرتك مش هتلاقي مش هتتكرر تاني. الجريمه دي مش هتتكرر تاني على مدار العالم لان انا شايف من وجهه نظري كراجل محامي ان الجريمه دي مش هتتكرر تاني ومش هتكمل بالصور ديت ومش هنقدر ان احنا مثلا كنيابه عامه ان احنا نقدر ان احنا نجمع جميع الاطراف دي والوقائع دي بصفه واحده. ولكن انا شايف ان النيابه العامه بذلت مجهود جامد جدا وده طبعا مجهود مشكور عليه وطبعا يعني اعترافات مفصله اعترافات مفصله. انا كمحامي المجني لما باجي اقرا الكلام ده بعيط على اللي بيحصل. اعترافاته دلائل اعترافاته دلائل مفيش اكتر من دلائل دليل يعني صوت وصوره مفيش اكتر من دلائل اللي هي الفيديوهات اللي متصور عليه اللي هو متصور بيها مفيش اكتر من كده. والاكتر من كده ان هو بيعترف على نفسه والاكتر من كده واكتر من كده ان الولد يعني قلبه وضميره مش ان هو واقف عند الجريمه دي لا ده قبل ما هم راحوا له الكويت كان بيفعل جريمه ثانيه. هذا الجرم يرتقي لعقوبه ايه؟ بالنسبه للطفل ولا بالنسبه بالنسبه لولي امره للطفل والمتهم؟ ولي امره سعادتك هو مش متهم عشان تقول له يعني هو والمحامي المحامي وجه اتهام لولي الامر؟ لا مش اتهام لا هو طالبه بتعويض باعتبار ولي هو بصفته ولي طبيعي لكن مفيش عقوبه عليه بصفته ولي طبيعي على المتهم الثاني ان المتهم الثاني لسه قاصر. انما الاول يا فندم الاول المتهم الاول الاول ان شاء الله اعدام طارق ان شاء الله اعدام لا محال طارق ده لا محال واكثر انه انكر يعني هو يا باشا انكر براحتك انت من حقك تنكر او من حقك تعترف براحتك. القاصر بقى عقوبته عقوبته ايه في المحكمه؟ القاصر عقوبته في 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 القضيه دي او في المنتهى المتوجهه دي اقصى عقوبه ليه 15 سنه بس احنا عندنا قضايا ثانيه اتفتحت له فيعني شايف ان انا في كل قضيه من دي لو هو خد فيها كل القضيه 10 سنين مع 5 سنين مع على كل قضيه حسب ما تقف فالراجل ده ان شاء الله مش هيطلع. اتفتحت له كام قضيه يا فندم؟ 7 قضايا غير دي يعني بنفس ال في محافظات اخرى مش بس بنفس الآلية يعني بنفس الآلية اللي هي بهدف اللي هو بهدف تصوير الفيديوهات وبهدف ان هو يسحب عينات وامهات مع ابنائها وابهات مع ابنائها وهو يعني الطفل الصغير اللي انتم شايفينه دوت اللي الناس كلها بتقول عليه ده طفل لا ده مش طفل ده بالنسبه للناس كلها طفل وعلى الورق طفل لكن عقله والتكنولوجيا اللي هو ده والتكنولوجيا اللي هو عارفها والدراسه اللي هو درسها ده فوق جميع الحدود لان الورق فيه حاجات لا تتخيلها العقل والمنطق. عيل عنده 15 سنه بيضحك على ناس عندها 45 سنه و50 سنه بيحرك امهات بيحرك بيهمم بالفلوس. هل الطفل ده كان مثلا مندوب لمنظمه او حاجه زي كده هي اللي مافيا؟ طب هو ده دماغه جريمه مستحدثه عندنا ايه اللي هيتم فيها او مرافعتك فيها؟ الدارك ويب مش كلام مستحسن. الدارك ويب ده عباره عن انترنت مظلم ده احنا بنستخدموش بنستخدمه واحنا عندنا حاله اسمها الديب ويب اللي بنستخدمه دي القواعد العسكريه عندنا والبنوك الاحتفاظ بالاسرار على البيانات بتاعتها والكلام ده. وبعدين انا عايز اقول لك ان الدارك ويب ده مش كله وحش لا هو فيه هو اتجه ان هو يخش فيه عشان خاطر ينشر الصور دي ما يبقاش عليه اي بيانات او حد يقدر ان هو يتوصل له او الكلام ده كله. وانا عايز اقول برضه حضرتك حاجه واقول للناس واقول للمشاهدين ان لغايه وقتنا اذا ما كانش علي الدين باع اي فيديو من الفيديوهات دي على الدارك ويب هو ده كله كان بيحضر زي كل الوقائع اللي هو ارتكبها ما فيش ولا اي فيديو ولا فيديو بيخزن كان بيخزن كان بيكون عباره عن البوم كده. طب امال كان مثلا بيجيب مثلا فلوس ازاي يبعتها للناس؟ اكيد هو كان بيبعت دفعات ما فيش اي حد بعت له اي حاجه يعني الناس كله 10 كان بيوهمهم بالفلوس وبس كله اهم ما فيش اي حد بعت له اي حاجه مش اي حد بعد يعني طارق ما استلمش منه مبالغ من طارق ما استلمش اي حاجه ولا طارق ولا غيره يعني ولا طارق اللي هم خدوها يعني عملوا بيها ايه؟ الاعضاء اللي هم خدوها دي سعادتك خرجت بشكل كده عشوائي تقرير الطب الشرعي والصفه التشريحيه قالت ان الاعضاء دي خرجت بغير طبيب مختص بغير عمليات جراحيه خرجت بطريقه عشوائيه لا تصلح للعمل بعد ذلك تم تعفنها يعني هم لما خرجوها كده اصلا ما خرجوها ولا خرجوها بشكل منظم ولا خرجوها بطريقه منتظمه ولا عن طريق طبيب منتظم فالكلام ده كله لما راح الطب الشرعي له اصلا متعفن ولكن احنا لما راح الطب الشرعي ده الطب الشرعي ثبت ان المتوفى رحمه الله تعالى توفى عن طريق الخنق يعني خنقه بالحزام حتى فارق الحياه هو مات بيكسر كده بعد كده ابتدى ان هو يشرح
تمام؟ حقنوه ولا ما حقنوش؟ تشريح عشوائي. هو كل هدفه ان انا افتح كده حاضر، افتح كده حاضر، اطلع كده حاضر. او افكر طبعا ان في ناس جاي له بتشنط فلوس وهياخدوا منه الكيس دوت وخلاص، هو ده مهمته. والتاني طبعا وهمه بكده تمام، والتاني طبعا هناك بيحقق هدفه ان هو بياخد الفيديوهات دي بيصورها، فخلاص هو بيحقق هدفه. وده تفكر ان هو هيحقق هدفه لما يطلع الحاجه. طبعا يطلع الحاجه لقى نفسه ان هو غرقان مش عارف يعمل ايه، ساب كل حاجه ومشي. لما التاني عرض عليه ان هو يجيب طفل تاني طلب ان هو يصور طفل تاني. طب وليه الفندم هو عمل كده من غير ما خدش فلوس على اساس ان هو يجيب طفل تاني؟ طب ليه عمل كده وهو ما خدش فلوس؟ وهمه. والله انا من وجهه نظري انا كمحامي الدار الحق المدني طارق انور عبد المتدلي في بدايه اموره لما باع كليته دخل في غيبوبه، صحي من الغيبوبه لقى نفسه في شنطه في الكافيه بتاع المستشفى مستنيين بالفلوس. هو طبعا في دماغه ان اي عضو بيتاخد احنا هنفوق من الغيبوبه هنلاقي الفلوس، فهو فكر ان هو لما يعمل كده هيلاقي الفلوس ايه موجوده. بس رساله بقى للراي العام بقى، رساله والله العظيم يعني انا من بشاعه الامر ومن الموقف اللي احنا محطوطين فيه النهارده، اولا حسب الله ونعم الوكيل والف رحمه ونور عليك يا احمد. وانا بوجه رساله للوطن العربي والناس كلها، خلي بالكم من عيالكم، خلي بالكم من اولادكم، ما تخليش اي حد ياثر عليك، ما تخليش اي حد يخش لك من عن طريق ايميل فيك يوهمك باي شيء. الطفل في اتحاد النيابه العامه لما جه قال انا اخترت الشعب المصري عشان الشعب المصري بيحب يجري ورا الفلوس، عشان الشعب المصري في جو خصب، عشان الشعب المصري كتير. فلما طفل يبقى عنده 15 سنه يضحك على الناس عندها الاعمار ديت، يحرك امه، يحرك امهات من جواها ومن قلبها ما فيش اي رحمه ان هي تجيب طفل تطحنه في العضو الذكري بتاعه عشان خاطر يسحب منه عينات. فانا شايف ان الطفل دوت يعني العيب مش عليه، العيب على الناس اللي تسمع الكلام وتجري ورا الفلوس وكسب الاموال. فخلي بالكم من الايميلات الفيك، خلي بالكم من اللايفات اللي بتحصل على التيك توك، خلي بالكم من البرامج اللي بتحصل كتير. شوف ابنك بيعمل ايه، شوف ابنك ماسك التليفون بيلعب في ايه، نازل رايح مع مين، مصاحب مين، كل الكلام ده خلي بالك منه. في المدرسه بيقعد مع مين، كل الكلام ده، لان ممكن في لحظه تلاقي ابنك واقع في جريمه او مجني عليه في جريمه. فبلاش نحط نفسنا في المواقف ديت، ان احنا النهارده احنا انتوا كناس صحفيين بتعرض عليكم، واحنا كناس محامين بتعرض علينا الكلام ده كله، فيا ريت ما تقارش مع اي حد. طب نشكرك شكرا جدا. زي ما شفتوا اعزائي المتابعين موقع جريدة النهار المصريه، دي كانت اهم التصريحات اللي طلعنا بيها النهارده من اولى محاكمات المتهمين بقضيه صغير شبرا الخيمه المعروفه اعلاميا بقضيه طفل الدارك ويب. طبعا مستمرين معكم خلال الجلسات القادمه لننقل لكم كل ما هو جديد بالقضيه، لانها قضيه راي عام شغلت الفتره اللي فاتت المجتمع المصري باكمله. كانت معكم شرور خياط من داخل محافظه الاليوبيه.